عندك معلومة عن عدم حضور الفنان كاظم الساهر لخليجي 25؟ ما اعرف اذا اقدر احكي او لا، بس اعتقد يعني تقدر. عندي معلومة. السبب؟ عن الاسباب. السبب الحقيقي تنظيم. الرجل راغب وكان جاهز ومحب، ولكن السبب تنظيمي بحت بدون الخوض بالتفاصيل. لأنه بعض الشخوص في خليج البصرة إذا طلعت الحقيقة راح يتعرون، ومن ضمنهم المشاركين. طيب، أحيا الحفل من بعدها الفنان ماجد المهندس اللي هو صديقك وتربطك به علاقة قوية وتواصل دائم. شنو كان انطباعه لما زار العراق بعد فترة انقطاع طويلة؟ تواصلت وياه قبل حضوره بعد حضوره؟ طبعا 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 طبعا. يعني أني للشرف أنه كنت أحد أسباب حضور ماجد المهندس إلى البصرة، وعلى تواصل قبل وبعد. لح نتكلم على تليفون صار بعد رجوعه، خابرني وهو يبكي، قال لي أنا دموعي صار يومين ما نشفت، يشوف الفيديوهات ويبكي بدون أي تزويق وأي مجاملة وأي تسويق، يبكي بشكل أنا يعني بصراحة غريب. هستيري؟ لا مو هستيري، بس يعني مشاعره كانت جياشة بشكل يعني قال مدى أقدر، يعني مدى يعني مدى يعني المحبة والشيء صار. يعني تعرف مغادر العراق 94، تخيل 94 بهذا الحنين، وتلاقي هاي المحبة، وأكو شغلات صارت وياه يعني بمحبة الناس بالكواليس. فما قدر يعني، كان بكاء حقيقي بالبصرة بالملعب، وبعدها بيوم هو يشوف الفيديوهات ويبكي. فتخيل ايش قد احنا ظالمين نجومنا اللي برا. فعلا، ومن ابواب الظلم اللي لو ردنا نتحدث عنها، اتهم بانه هو اخذ الجنسيه السعوديه وهو ممكن حصل عليها من سنوات طويله، وتبرع عن الجنسيه العراقيه وغيرها من هذا الكلام. انا عملت حوار في مجله الشبكه العراقيه اللي هي المجله الرسميه للعراق. تمام؟ ماجد المهندس جنسية وجواز عراقي موجودات إلى اليوم، لأن هو كرم بالجنسية ولم يتنازل. التكريم من الملك حصرا، فالتكريم يحق لك تحتفظ بالجنسية. نقطة رصد.